انا السنه دي في هنا في انيماتكس عضو لجنه التحكيم في مشاريع التخرج الكاتيجوري بتاع مشاريع التخرج الاوديشن بروجكتس. شفت شغل بصراحه بيقول ان في طفره حصلت. تمام، انا شايف الجيل الجديد ده طبعا عن طريق سيلف اديوكيشن واليوتيوب وبتاع، في جيل طالع قوي. سمكه بتعمل ورك شوب كل سنه محترم جدا، فولك عملت كذا ورك شوب طلعت منه كذا جنريشن. احنا كصناع بنجتهد بقالنا سنين في حل المشكله اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، وانا شايف ان هي ابتدت تتحل. رقم واحد. رقم اثنين، احنا فعلا ماركت ليدر. مصر النهارده ماركت ليدر في الانيميشن في الميدل ايست، وده شيء مفتخر بيه ونقوله. احنا معظم الانيميشن اللي بيطلع في كل الوطن العربي بيطلع من عندنا. طبعا في الاردن دلوقتي، وفي في لبنان، وفي بلاد كتير ابتدى يطلع استوديوز قويه. ايام مجله ماجد. من زمان جدا جدا، من ماجد وباسل وجيل فواز ومعلوف ومصطفى رحمه ونجيب فرح. الاجيال دي هي بدات، واحنا خلاص يعني كمان في مجال الكوميكس في الانيميشن ابتدينا نبقى ماركت ليدر جوه مصر مش من هناك. يعني كان اللي بيحصل قبل كده ماجد المجله الاماراتيه في الاخر، لكن انا بتكلم جوه مصر بقت الشركات دي معروفه على مستوى الوطن العربي. كل شركه فينا معروفة، يمكن شغلنا أصلا معظمه بيجي لنا من بره يعني. فدي نقطة إيجابية تانية، ابتدى يبقى في سوق فعلا. أنا شايف إن إحنا ناقصنا حاجات، اتكلمت فيها كذا مرة، كلمتك وكلمتكم على إن إحنا يلا يا جماعة نعمل غرفة صناعة للأنيميشن، يبقى عندنا يونيون للصناعة غير النقابة. النقابة اللي بيها كتير وتعب، وأنا شايف دي حلول. إيه؟ هو في نقابة حصلت على فكرة، في نقابة اسمها فناني التحريك، بس هي مشكلتها ايه؟ لما انا كنت بعمل النقابه زمان في اول الثوره، كان فرصه ان احنا نعمل نقابه عشان الموضوع كان سهل وقتها. طلع اثنين رؤساء تحرير واصحاب مجلات وكده وراحوا عاملين بدايه النقابه، فانا قلت للناس ما ينفعش الشخص اللي انا هختصم ضده عند النقابه يبقى هو صاحب النقابه يعني. يبقى هو النقيب. وهو في نقابه اوريدي بس ما حدش يمكن سمع عنها تقريبا، يعني ما اعتقدش ان في حد يعرفها. بس اللي اقصده ايه؟ دي حلول المطلوبه، ان احنا نجتهد ان احنا نعمل ورش عمل، نجتهد ان احنا نفتح سوق، يبقى في معرض محترم يتعمل كل سنه. انا شايف ان حته النقص في الكاليبرز اللي موجوده في السوق، لا اللي جاي احسن. كريم مهيب عمل شغل عظيم، فنون جميله احييه يعني. والدراما يعني انا شايف برضو اللي بيعملوا فولك واللي بيعملوا سمكه كل سنه مهم جدا في السوق، ان هم بيطلعوا اعداد محترمه. انا شايف ان احنا كلنا ملزمين بده، ان احنا نعمل زيهم ونقتضي يعني الفكره دي، ونشتغل على ان احنا نطلع كوادر، وهيبقى في سوق فعلا بعد كده في الاخر. يعني موضوع مفتاحه عندنا، يعني زي ما انت قلت احنا لازم نحترم نفسنا عشان الناس تحترمنا يعني. بس عايز برضو ده اللي هو هيلمس موضوع الاسعار انا عايز اقول حاجه على موضوع اسعار صغير قوي. انا في 2006 كنت بشتغل، مش هقول ارقام يعني، بس يعني كنت بشتغل باسعار معينه. انا النهارده بفايت عشان لو جبت السعر ده ابقى جامد جدا. واحنا بنتكلم على السعر وقتها بالجنيه، اللي هو كان وقتها كان الدولار، الدولار كان ب 3 جنيه تقريبا. تمام، فاحنا بنتكلم النهارده احنا بنفايت عشان نجيب الاسعار اللي كنا بنجيبها في 2006. طيب انا شايف المشكله الرئيسيه هقول بس ما حدش يزعل مني، بس هقول انا شايف المشكله الرئيسيه ان في مرحله ما، اولا ان احنا مش كونكتد ببعض خالص، عشان كده لازم في غرفه صناعه. ثانيا ان في جنريشن طلع من اول موضوع الانفوجرافيكس وكده، كذا شركه طلعت في وقت ما مهتمه بالانفوجرافيكس، خلت يبقى في غيابان يعني او عدم وضوح كده في يعني ايه انيميشن اصلا. مسمى فبقت سعر الدقيقة عندهم أقل من سعر الثانية اللي احنا كنا بنبيع بيها في 2006. تمام؟ فطبيعي السوق يقع ويحصل انهيار. والنهارده احنا في مرحلة كده بدخول الشركات الخارجية جوه مصر والإنفاق القوي اللي بيحصل قصاد إن احنا أصلاً مش لاقيين تمويل وحالتنا صعبة. تمام؟ حصل إيه؟ حصل إن في فرق كبير جداً في أنت النهارده عشان تنتج حاجة محتاج تكلفها فلوس كتير جداً، والحياه غاليه، الناس ليها حق ان هي تطلب فلوس، بس الفكره ان الوضع بقى يعني سريالي قوي يعني انت النهارده عشان تاخد حته الاسيتس اللي هي
الشفافه او حد يعمل تريسنج بس بتدفع فيها حوالي 10 اضعاف اللي بتدفعه في 2006 والسعر اقل من اللي انت كنت بتاخده زمان. تمام؟ فاحنا بنسحر يعني. فاعتقد ان كلنا خلاص بدنا نشتغل بايدينا من تاني، جينا نشتغل كلنا يعني نحاول نوفر قد ما نقدر عشان نلم الدنيا. والناس تيجي تقول لك انتوا ما بتعينوش ناس ليه؟ يعني طبيعي يعني السوق مضروب بالنار يعني. هرد على نادي في الموضوع ده. بالنسبه احنا كلنا في الاخر قاعدين مع بعض، يمكن فعلا حتى كنت بتكلم سقف على مونكيز ان انا فعلا في سنه من السنين حسيت هو لازم نتكلم بعض، وقلت له انا بقدم بسعر كام وبتاع، واكتشفت ان السوق هو اللي بيطلبنا. اللي انا عايز اقوله النادي بيقوله ده بالنسبه لينا كلنا، احنا بيضحك علينا بطريقه ما من واحنا صغيرين ان ما انت لازم تعمل بورتفوليو، انت لازم تعمل، هتعمل اول شغلانه ببلاش. ايوه يا جماعه هي اول شغلانه ببلاش، ما ينفعش طول عمركم تشتغلوا ببلاش عشان تعمل بورتفوليو، ما ينفعش. الاسعار اللي بتضربنا هنا، انا بحس انه الشاب جاي مش من الادمتر اللي قدامك، لان الشركه اللي بتتكلم عليهم في الاخر هم كانوا بيشتغلوا بكليب ارت ولا في رويالتي، وبيزق الحاجات بكي بوزيشن وحاجات قبيحه، وفي الاخر مفيش حاجه اسمها سعر الثانيه، هي في حاجه اسمها سعر ساعتك انت بكام يعني. ده الحقيقه. فانا حاسس ان بناء على اللي انت بتقوله يا نادي، غير ان احنا لازم نعمل، طبعا لازم نعمل طريقه تواصل بيننا ونبقى فاهمين رينج الاسعار ايه، ومن حق نادي يطلب 10 اضعاف هو تمام، بس نبقى فاهمين عشان هو نادي بخبرته بشغله والكلاينت رايح له بان هو عنده الفينجر برنت بتاعته، هو مش شخص بينفذ او منفذ او اوبريتر بيعمل اي حاجه الكلاينت بيقول له عليها خلاص. فانا بس بطلب من الاجيال الجديده تبقى فاهمه هي بتسعر نفسها ازاي. كلنا هنعمل ببلاش اكيد في الاول، وكلنا هنعمل حاجات ليها مقابل معنوي، بس لازم نوزن موضوع المقابل المادي والمعنوي، عشان احنا بنضحك علينا كلنا بفكره يا ابني بس هتفتح شغل في السعوديه، استنى بس، فاهم؟ فانت بعيني بتقول يلا هفتح شغل مش فلوس سعودي، بس بيعاملك معامله ان انت عيني طبعا ساقطه التي تشتهي اموال الدنانير، فاهم؟ وما بناخدهاش، بنلاقي ساقطه فعلا بس ما بناخدش الدنانير. فده اللي نفسي بس بما ان احنا بنتكلم، احنا قاعدين هنا ممكن نتكلم بعض في التليفون، بس نفسي الناس الصغيره تبقى عارفه ان موضوع البرايسنج وموضوع قد ايه هتعمل شغل ببلاش وقد ايه عائد لك، هل الكريدت محطوط؟ هل اسمك محطوط؟ هل اسم زمايلك محطوطين ولا لا؟ لان ده مهم قوي، ويمكن كلنا اللي قاعدين هنا كل واحد بيقول على نفسه قبيله او فولك. انا دايما بقعد اقول كلمه بس انا عجوز شويه، بنقعد اقول ان زينا عاملين زي سوبرانوس، لو فينا واحد ضايع عاملين كده ايه؟ ميزة المافيا كده، مالكش دعوه، هو ده بالظبط. هي كلنا كده، احنا لازم نخلق كوميونتي زي ما نادي بيقول، والكليه دافعه عن بعض. تمام تمام. يعني في حاجه كنا بنتكلم فيها الصبح، الموضوع ان كان يونيون او ريجيليشنز للاندستري عامه، مفيش حد فاهم ايه القوانين اللي هخشها لما اجي اشتغل شغلانه زي دي. احنا كاصحاب شركات ما نعرفش حاجه، ما نعرفش حقوق الناس اللي شغاله عندنا، هم مش حقوقهم، فبيحصل بقى لغوصه ولا حواسه في وسط الشركات، الناس بتيجي طالبه حاجات احنا مش فاهمينها، واحنا نطلب منهم حاجات هم مش فاهمينها، لان هو بيدعي كان احنا بنقفل، فبيحصل دايما الكومبو في النص ده. فاي ثينك برضه جزء من الحاجات اللي محتاجين تحصل في يوم من الايام ان يبقى فيه الشخص اللي بيتخرج من الكليه او داخل الكليه اصلا بيدور على الاندستري، يبقى فاهم كويس هو رايح فين؟ هيعمل ايه في المساحه دي؟ عشان المساحه مش مرسومه اصلا، المساحه عباره عن ناس جايه في ايفنت بعيدا عايزه انيميتر، او واحد راح بيخبط عشان تلفزيون كده وتكون جميله، يخبطوا على الباب يقولوا انتوا بتعملوا انيميشن عايزين نتعلم، انتوا مين يا جماعه كنا قاعدين من تحت؟ ففي جهل شويه من مش مصر بجد كان بيحصل كتير. والحاجه الثانيه اللي عايز اقولها برضه على نادي بالنسبه للاديوكيشن، ان اعتقد اتمنى الطلبه اللي في الكليه ما يبقوش بيتخرجوا على حاجه واحده، انا عايز ابقى لاي اوت، انا عايز ابقى انيميتر 2 دي، انا عايز ابقى. اعتقد الفتره اللي احنا فيها دلوقتي حاليا محتاج تبقى عندك انا شاطر هنا قوي، وانا شاطر كويس قوي في الحاجات دي، وانا حلو في الحاجات دي، وانا ممكن اعمل الحاجات دي، فتقدر تشكل نفسك بشكل ما. ما اعرفش وجهه نظري حاليا تبقى غلط يعني، ما اعرفش وجهه نظري، بس محتاج انا لما اجي ادور على حد ادور على حد عنده القدره ان هو يبقى كاميليون شويه في جوه الشركه.
او جوه البروجكت او ايا كان، مش انا بعمل كذا انا اقعد هنا مش هعمل غير ده وهاخد فلوس فلانيه مش هشتغل ترجع رجله. بتحصل كتير قوي اعتقد، ودي مشكله من المشاكل اللي بتواجه اي شركه اعتقد او تواجهنا احنا كمان. بس حاجه بتحرق. اتفضل اتفضل. حاجه كان اسلام دلوقتي كان قال عليها من شويه، حاجه كان بيقول عليها فكره ان مفيش طلب على ده، مفيش طلب على ده. هو لازم الموضوع برضه نتعامل معاه ونفكر فيه بذكاء شويه، احنا ازاي نخلق الحاجه دي، ازاي نعمل حاجه جديده الناس تشوفها لاول مره فتعرف ان ايه ده، ده فيه من ده. تمام فتروح بس يعني دي حاجه. وحاجه ثانيه برضو بالنسبه للنادي برضو كان بيقول موضوع الموشن جرافيكس، لو في ناس كتير قوي بتعمل دلوقتي حاجات كده بسرعه وبشكل يعني مستويات جوده تحت المتوسطه او سيئه، مش هقول سيئه، ما بالظبط نفس الكلام، ما هو ده بيتعمل والفلوس او في تمام. بس يعني برضو حاسس ان المفروض الطريقه اللي هو شغال بيها المفروض انا اخدها يعني غالبا ضده، انا ازاي اطلع من اللي هو بيعمله ده او الطريقه بالميديوم اللي هو بيعمله ده، تمام، سواء زي مثلا كوشن جرافيكس او حاجه، ازاي انا اقدر اطلع منه شكل جديد برضه، تخلق تعلي عليه، تعلي عليه عشان اخد حاجه جديده وساعتها اقدر ارفع برضه الذهب واحط لي مكانتي برضه. تمام. انا مش بتكلم على المستوى، انا مش بتكلم على ده، لا لا لا، انا بتكلم على السعر، لا مش مستوى السعر. في ناس شغلها كويس جدا جدا، في ناس شاطره جدا، وحتى بعيد عن الموضوع الموشن جرافيكس، في ناس في التراديشنال انيميشن، في ناس في الستوري بوردنج، في ناس بتاخد ارقام ما تصدقش. تمام بالظبط. يعني فتلاقي حد مثلا بيعمل فيلم انيميشن ب 2000 جنيه يعني، ده هزار. تمام. فطيب في حاجات في جروب مثلا بشكل واقعي قوي، في جروب اسمه ستوري بورد، مش فاكر بلاتفورم، ايجيبت بلاتفورم حاجه كده، ده كان عامله شادي هدرس ومحمد صلاح، وانا كنت معاهم من الناس الاولانيه اللي عملناه، وانا بسوي ستوري بورد اصلا بشتغل في ادفرتايزنج. جينا من زمان عملنا الجروب ده وحددنا عليه اسعار افريج للسوق، وبقى كل فتره لما يحصل ابديت في السوق بنغير الاسعار دي، وبقى ده يمكن اكتر جروب بيتسال فيه الكلام عن الاستريشن تحديدا. مفيش حاجه شبهه في الانيميشن، وطبعا الانيميشن عشان دي صناعه قايمه على شركات، فانا اعتقد ان عشان يبقى في حاجه اسمها صناعه يبقى في غرفه صناعه، الغرفه دي تبقى مسؤوله عنها، مثلا ننزل معارض دوليه، في معارض بتتعمل في كل حته في الدنيا للميديا، لو نزل في حاجه اسمها جناح مصر ومثل فيه الشركات اللي في مصر كلها هتبقى حاجه مهمه. حاجه ثانيه اللي هي في منا، احنا النهارده قاعدين احنا كلنا شركات يمكن صغيره، يعني اعمارنا حتى كناس صغيره، في اجيال قبلينا كتير زي كايرو كرتون وزي وزي وزي، دول عندهم اكسبيرينس، اي نعم هم بشكل ما ساهموا في السوق يبقى شكله كده، بس في نفس الوقت هم عندهم اكسبيرينس بتقول حاجه، وفي منهم ناس انفسترز محترمين، تمام، النهارده بقى معاهم فلوس، تمام، ممكن يحطوا ايديهم في الصناعه دي، وانا اعتقد ان في جاب كبيره جدا في التواصل، يعني على الاقل احنا عارفين بعض، هم انا متاكد ما سمعوش عننا اصلا. يعني الناس دي مين؟ تمام، يعني ولا يسمعوا عني، لان احنا بنشتغل في منطقه واحده اللي هي الادفرتايزنج، معظمنا بيشتغل في الادفرتايزنج. فاعتقد فكره ان احنا يبقى عندنا غرفه صناعه، ده هيخلي احتماليات التعاون كبيره جدا، هيخلي شكل السوق واضح، هيخلي عندنا قدره على ان احنا نانلايز او نعرف على الاقل مين فين. انا عندي كابتنيميتور النهارده محتاجين ايه؟ ايه اللي محتاجين انا شايف مثلا دلوقتي في ازمه في الانيميترز في مصر، في عدد انيميترز قليلين جدا، تمام، واحنا داخلين على مصيبه، انا شايف كده، يعني شايف ان احنا داخلين على مصيبه في المنطقه دي بالذات في التراديشنال انيميشن، تمام، لا مش قصدي كده بقى، انا قصدي ان احنا لو قعدنا اتناقشنا في حاجه زي كده وعملنا ورك شوب جماعيه عشان نطلع جنريشن بيطلعوا انيميشن، تمام، هنحل مشكله زي دي من غير ما الناس تتخانق مع بعضيها على الانيميترز وسعر الانيميترز ينط من 5000 ل 25000، ده اللي انا بتكلم فيه بس. تمام. هنختم. اخر حاجه حابب اقولها، احنا بنتكلم في مشاكل الصناعه، وهو فعلا احنا ما عندناش الصناعه لحد دلوقتي.
صناعه كامله اللي هي ان انت زي زمان كده ايام بكار لك تلفزيون استوديو انيميشن بينفذ للتلفزيون فبيتعرض والدايره مقفوله. محدش جاب سيره التلفزيون غير دلوقتي. ما هو ده اللي كان الزبون الوحيد طارق قاله اول ما ابتدى قناه الاسرة بالظبط بالظبط. دلوقتي ده مش موجود. بما انه مش موجود فهو لحد دلوقتي يعني لو احنا بنتكلم احنا من الصناع بس ما في الصناعه. صناعه كامله متكامله في البلد دي مش موجوده لحد دلوقتي. اللي موجود شويه استوديوز عندهم باشن عندهم عايزين يعملوا حاجات مختلفه بس هو ده اللي موجود وده اللي بيربطنا كلنا. مجهودات شخصيه مجهودات شخصيه بصفه هي مش البتاع بيقطع فمش مش عارف اقول الجمله كامله. واول ما غيرت الموضوع اشتغل فتمام. دي ده اللي كان عندي. بس في حد دلوقتي وسام بيقولوا على سبارد اسلام وحاتم ان انا افتكرت حاجه كان مثلا اكبر ثلاثه بلاتفورمز مفروض ان هم بيحاولوا ينتجوا مش بتكلم على انيميشن على اي كونتنت جديد سواء نتفليكس